مفيش شك ان الازمه العالميه اللي موجوده دلوقتي كان ليها تداعيات كبيره جدا على سوق الغذاء العالمي، وخصوصا سلعه القمح، ومعاها كده حطوا كده كمان الحبوب. ليه؟ لانها سلعه استراتيجيه مش بس في مصر بل في كل دول العالم، وده حصل وشفناه مع ازمه اوكرانيا وروسيا لان هم كانوا اكبر مصدرين لهذا الامر. لكن بالتخطيط الجيد في مصر قدرنا اننا نتعامل مع هذه الازمه بمرونه شديده جدا. ليه؟ لأن إحنا عندنا قمح يكفينا حوالي 4 شهور ونص، وعلى فكرة دي فترة كبيرة جدا تطمننا على توافر رغيف العيش بدون أي أزمات ممكن تحصل في السوق. ده حقيقي يا مصطفى، يعني في الحقيقة الدولة كان عندها خطة أو استراتيجية سابقة لوقتها، إن هم كانوا عايزين يوفروا أصلا من الأول خالص القمح للمواطنين، يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، وده كان استراتيجية الدولة ل 2025. الأزمة دي جت في وقت إحنا عندنا فيه محصول للقمح، وكمان محصول كبير هيوصل ل10 ملايين طن. ده كافي إنه يأمن لينا القمح لحد آخر السنة. ده طبعا بفضل اهتمام الدولة بزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح، سواء في أراضي الدلتا ووجه إبلي، أو من خلال آلاف الأفدنة اللي تم استصلاحها في خاصة طبعا في المشروعات القومية. صحيح يا بسنتو، عشان كده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد امبارح إن مفيش أي تأثر للمخزون الاستراتيجي لمصر من القمح بسبب عدم استقرار سوق الغذاء العالمي. أعتقد ده أهم تصريح حكومي يمكن اتقال، أو أكثر تصريح مطمئن ممكن نقول عليه كده. التصريح الحكومي اللي صدر من مجلس الوزراء قال إن عندنا مخزون استراتيجي كافي من القمح، وكمان أيضا أكد إن الدولة بتسعى لاتخاذ إجراءات احتياطية من خلال تنويع مصادر الواردات من الأقماح والاستيراد من دول تانية، أو تنويع مصادر الاستيراد من عدد من الدول. ده حقيقي، يعني التأمين القمح عامة مش بس معتمد على توفير السلعة دي، لا، معتمد كمان بشكل أساسي على تخزينها عشان يفضل القمح بكامل جودته، ما يكونش فيه أي فاقد. ده اللي اشتغل عليه المشروع القومي للصوامع، اللي طبعا احنا استعرضنا حلقة منه هنا في صباح الخير يا مصر. استبدل الشون الترابية بصوامع تخزين مطورة وحديثة، طبعا فيها تكنولوجيا مختلفة تقدر ان هي تحافظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح عامة. صحيح يا بسنت، وخلينا اقول برضو الصوامع اللي تم انشائها لحد دلوقتي سعتها التخزينية بتصل ل 3.6 مليون طن، 3 مليون و600 الف طن، كانت في 2014 بالمناسبة 1.2 مليون طن. الصوامع الكتير اللي تم انشائها في عدد من المحافظات، وخصوصا في وجه بحري، وفي محافظات الصعيد، قدرت ان هي تحتوي هذه الاقماح. ده بيعتبر زي البنك المركزي كده للقمح، بنحط فيه القمح ولما بنحتاجه بنوديه لوزاره التموين او للمخابز اللي بتعمل رغيف العيش او لكل المستخدمين لهذا الامر. خلينا نقول برضو لسه في صوامع تانيه بيتم انشائها، ده كله بيطمننا على اهم سلعه استراتيجيه عند المصريين وهي رغيف العيش، واهم مصدر للغذاء في مصر، لانه طبعا مش معتمد بس على رغيف العيش، ده انت عارف ان هو داخل في المكرونه، في الدقيق، في المخبوزات. القمح مهم جدا بالنسبه للمصريين، والعالم كله كان بيتكلم على القمح، وخصوصا في ازمه اوكرانيا وروسيا لان هم اكبر مصدرين للحبوب وللاقماح في دول العالم. نصبح على حضراتكم، صباح الخير يا حسام. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير على جميع المشاهدين.